حياكم الله. تونس تنازلت عن الميدالية البرونزية في أمم إفريقيا. ليه ترى؟ شو السبب؟ أجا هدف بالدقيقة الثالثة من عمر المباراة، هدف مبكر، كان في مجال كبير إنه يتعوض، كان في كثير أخطاء. شو الأسباب اللي خلت تونس تخسر المباراة؟ شو الأسباب اللي خلت تونس تظهر بهذا الشكل، بهذا المستوى في أمم إفريقيا؟ أولاً حراس المرمى، تم اعتماد ثلاث حراس مرمى: معز حسن، معز بن شريفة، فاروق بن مصطفى. ثلاث حراس كرروا نفس الأخطاء، أخطاء تؤدي إلى تسجيل أهداف في مرمى. الحراس كانوا ثغرة قاتلة في تشكيلة منتخب تونس. هذه واحدة من الأسباب اللي كانت مؤثرة جداً على الفريق. في أسباب كثيرة كانت موجودة ولاحظناها طول المباريات: أخطاء دفاعية متكررة، إخفاق الهجوم بالتسجيل أو التهديد بشكل قاتل على المنافس، الأهم إخفاق الجهاز الفني في وضع تكتيك ملموس يلمس المشاهد والفني والمتخصص والجمهور الرياضي. تشعر أن المدرب لم يحسن اختيار التشكيلة، تشكيل المناسب للفريق. إجمالاً الأداء العام لتونس لم يكن مقنع. كنا نشعر أن هجوم تونس بلا أنياب، لم يظهر الأداء الجماعي أبداً، لا تشعر أن التكتيك مدروس، لم يظهر أي تأثير للأطراف وللأجنحة. الإعلام التونسي انتقد، والإعلام العربي أيضاً، أنه الأداء كان مخيب للأمال، لأمال كل العرب ولكل المنتخب أو لكل التونسيين بالتحديد. الأداء كان محبط بشكل كبير. ما وصل إليه المنتخب هو الحد الأدنى المطلوب. بالنسبة للمدرب ألين جيرس، قال أنه هو أوصلهم لما وعدهم به، هو وعدهم أنه يوصلوا لهذا الدور فوصلوا، وهو يرى أنه قدم أداء جيد أو أداء مقنع، لكن أعطى مبررات أنه الإصابات أثرت على الفريق. بالنهاية منتخب تونس هو الذي تنازل عن البرونزية، تنازل عن المركز الثالث. تونس فازت باللقب 2004 على المغرب في ساد رادس، درة ملاعب الشرق الأوسط، لم يستطع تكرار النتيجة. منتخب تونس لم يستطع أن يضيف لقبا آخر إلى خزينته. المنتخب النيجيري ليس بمنتخب سهل، منتخب فائز باللقب ثلاث مرات من قبل، لديه أحمد موسى لاعب النصر السعودي وهو من اللاعبين المميزين جدا. أيضا هناك إيفالو وهو لاعب مؤثر كثيرا. حالة الغضب اللي بتنتاب الجمهور التونسي كبيرة جدا، سواء على المنتخب أو على المدرب أو حتى على الفار وبعض الأخطاء اللي حصلت. لكن هناك مشكلة واضحة وهي حالة عدم المبالاة، حالة عدم المبالاة التي تظهر للمتابع من لاعبي المنتخب التونسي. ربما حالة عدم المبالاة ظهرت أكثر بعد الخسارة من منتخب السنغال في نصف النهائي.